ألوانكم شكرا و كنتمنى لكم كنتمنى نكون خفيفة عليكم. أول عمل تلفازي وقيلا كان داك الساس مع سي مع سي الغرملي مع المخرج الغرملي. ايوا كان فيه سي عزيز موهوب ومحمد خويي واسماء اخرى. تحرش خصنا نفرقوا ما بين التحرش والعنف وال شنو كيسميوها لا دراغ، هي شي واحد عجباته وباغي يمشي يهضر معاها، ماشي التحرش. يعني كاين فرق، فهمتيني؟ كاين واحد الفرق. ومخش الدراري يشدو شويه فمهم. اه وين اللي دازت بست داكشي شويه. ايوا واخا راه ايوا تانتوما ايوا الا كان هو تا هو زوين الدري، دونك خصو تا حنا البنات نقولوا له داك البوكوس فين غادي. نو حشومة خصو يكون الاحترام. لا 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 الصفارة لا، انا ماشي مع الصفارة لانها بحال تزغريتها. ولا تزغريتها تزغريتها راه كترجعني الستاتيو ديال المرأة، فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ راه الصفارة بحال رجعتيها لتزغريتها، وتزغريتها كتغيدوي لا فام. كنتمنى الشباب يكونوا فهموا هذا الميساج هذا، وان البنات يكونوا فهموا هذا الميساج هذا. الناس ديال الفيسبوك زويونين نتوما وتفاعلوا معايا، وداكشي اللي كنكتب راه ما كنكتبش زعما اي حاجه، كنشر كنشر اشياء زعما زوينه، كنشر شي حوايج على العمل ديالي، كنشر شي حوايج اللي ممكن يدخلوا لها وغادي يشوفوا ان راه مهم. كنصح الشباب انهم يقراو ياخذوا البكالوريا ديالهم، الا كانت عندهم ميولات ديال التمثيل ديال المسرح يمشيو يدوزوا المباراه ديال المسرح ديال المعهد العالي في المسرح والتمثيل الثقافي، يمشيو للمراكز الثقافيه، يمشيو لدار الشباب الا كاينه، يعني يديروا شويه هذا المجهود باش هذا باش يلقاو ذاتهم وباش يخرجوا من لا فريستراسيون. على الاقل حتى الا ما دارش حتى الا ما ولاش ممثل ولا شي حاجه، المسرح راه كيعاونو يكون راسه مثلا، يكون ذاته. عزيز داداس قنبلة انفجرت دانسولكو، برافو عليه، زوين عزيز داداس. الجديد ديالي هو كاين هاد المسرحية ديال ايموغاجي اللي عندي اخراج وتمثيل انا مونودراما، وكاين فيلم اللي داز هنا في مراكش بانوراما اللي هو لا غيريسوس ديال اخراج محمد زين الدين، وكاين اخراج كاين فيلم مع عادل الفاضلي اللي غادي يخرج ان شاء الله قريبا اللي هو مون بير ني با مور، وكاين اقتراحات اخرى بالنسبه للتلفزيون نتمنى انها تكون تعجبني. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وما نخيبوش انتظاراتكم، وفوالا هادشي اللي كاين.